شلون شعرت كذا مفلفل؟ اكل فلافل دايم. والله صدق شلون اذا طلع شعري ابغى اسوي مثل شعرك، شو اسم ذي قصتك؟ ورني ورني صلعه شوف. شو كان يقنفذ؟ ما راح يصير، ما في امل. كان يقنفذ. جويد اشوف مره ثانيه. جويد والله اني حاولت ما راح يفيد. جويد والله اني حاولت قبلك افلفل شعري يحترق. انزين بشوف من الجنب، بشوف من الجنب ممكن يصير. تطنزون علي، تطنزون علي. يصير 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 بس من الجنب، من فوق ما يصير. سمعي انا مسوي عملية زراعة بيطول بعدين. هذا سبب. ايوه هذا سبب انه ما يصير ابدا. لا 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 بيطول بفلفله، فهمت؟ اذا طول بفلفله. لا تدري اذا سويت زراعة يطيح الشعر بعد سنة؟ لا انا بقول لك، بقول لك شيء. شوف اذا سحبت الشعرة وانت تسوي زراعة ممكن تنقطع ترى. انتبه حتى ما تبشر، ما تحط شامبو ولا تسوي شيء، ولا شيء، ولا تمسكي ولا تنام عليك. نام كذا وانت واقف بس. انت دكتورات انت؟ اي انا مسوي زراعة، انا اشتغل في مستشفى الحبيب. والله انكم كذابين، مكلميني قالوا لي غسله بشامبو ودعشه.